بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط. كمان في وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مطروح هتكون 27 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.